قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن عمليات الإجلاء الطبي للمرضى المصابين بدأت من منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة، ومن بينها 29 حالة حرجة. وقالت الجمعية الطبية الأمريكية السورية إن المرضى الأربعة نقلوا إلى المستشفيات في دمشق وسيتم إجلاء الباقين خلال الأيام المقبلة. وتعتبر منطقة الغوطة الشرقية واحدة من آخر معقل المسلحين الإسلاميين، وحوصرت من قبل القوات الحكومية منذ عام 2013. هذا وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا مصرعهم أثناء انتظار الإجلاء.